Hello dear students, how are you? Today we are going to solve these two questions about pedigree. طبعا هيدا السؤال for grade 12 الأس لصف علوم الحياة بيكون chapter 5 بيزبط لإلهم، وبالنسبة لجريد 11 اللي بياخدوا منهج علوم الحياة كمان بيمشي الحال. طبعا أنا رح خلي للاثنين للصفين ورح تشوفوه تقدر تشوفوه للصفين. The title of the first question is albinism, a hereditary disease. Albinism البرص. اوكي البرص هو عبارة عن مرض due to the absence hereditary disease، أكيد مرض وراثي سببه غياب البقع الملونة للجلد، وطبعا ماخدينه كصف بكالوريا أنتو كصف علوم حياة. Due to absence of skin pigmentation or skin pigments which are called melanin. كلنا بنعرف نحنا انه سبب لون الجلد والشعر والعيون هو مادة ملونة اسمها ميلانين. اوكي ميلانين is a skin pigment synthesized inside cells and this skin pigment سبب وجوده هو مادة اسمها تايروزين. في عنا بجسمنا مادة اسمها تايروزين، هي it's a type of amino acids، نوع من انواع الامينو acids، تتحول لميلانين عن طريق انزيم اسمه تايروزينيز. If this enzyme is abnormal، إذا في مشكلة بهذا الإنزيم، التايروزين ببطل تتحول لميلانين، غياب الميلانين بيؤدي للألبينيزم. وكلنا بنعرف إنه you have to know that melanin is a pigment that protects us from sunlight، بتحمينا من الشمس. وطبعاً كل حدا بروح بيعمل تانينج ليلون حاله على البحر بالشمس، الميلانين بيتفاعل مع أشعة الشمس وبيصير داركر أغمق، عشان هيك نحنا بناخد اللون الأسمر أو اللون الأسود لما نتعرض للشمس لفترة طويلة. So let's read about this disease. The following pedigree shows a certain family where a certain disease runs called albinism. عطيني عائلة في بقلبهم مرض هيدا الألبينيزم. إذا بتطلع بيو أم طبيعيين according to the legends، أكيد عندهم صبيان طبيعيين، صبي من صبي وبنت من صبي. Okay, so the disease affects males and females. مبين the albino person has no melanin in the skin cell. عم بقول لي الشخص اللي منصاب بهذا المرض ما عنده ميلانين. In the normal case an enzyme called tyrosinase catalyzes the transformation of amino acid tyrosine into melanin. انا سبق وقلت لكم قبل شوي انه التايروزين بيتحول لميلانين. طبعا هي موجودة بالكتاب على فكرة، هي بكتاب البكالوريا بس في ناس ما بتاخدها. اوكي ميلانين العلوم الحياة مسؤولين عنها، تايروزين انتو ميلانين عن طريق انزيم اسمه تايروزينيز. تايروزينيز is an enzyme found مسؤول عنه، اكيد هو انزيم يعني بروتين، هو مسؤول انزيم يعني بروتين، بروتين يعني في جين مسؤول عنه. الجين المسؤول عنه هو located on chromosome 11. اوكي if this gene is abnormal mutant خاضع لميوتيشن متعرض لميوتيشن، طبعا الانزيم بيكون abnormal tyrosinase mutant، وطبعا تايروزين ما بيتحول لميلانين and consequently what happens no skin pigments. Question 1 albinism is a hereditary trait justify this statement. Albinism is a hereditary trait خاصية وراثية justify why. أول قاعدة بس يقول لي hereditary يعني it's inherited from parents، هي شغلة. شغلة تانية hereditary means due to abnormal gene located on chromosomes، لأنه لأنا أخذها من أهلي لازم يكون أهلي عندهم هي على الكروموسومز. So all hereditary traits are inherited in form of genes from parents، أخذها بشكل جين من أهلي. Okay, so how to prove that albinism is hereditary؟ كيف ببرهن إنه albinism is hereditary؟ أنا بدي أجي أقول له albinism is due to absence of enzyme called tyrosinase or abnormal enzyme tyrosinase whose gene is located on chromosome 11. Okay, albinism سببه مشكلة بالتيروزينيز، الجين المسؤول عنه موجود على كروموسوم 11. Okay, thus طب شو هلا؟ إنه this gene هيدا الجين اللي هو مسؤول عن تايروزينيز is abnormal and transmitted on chromosome 11 from parents to children therefore it's hereditary. فإذا لأنه التايروزين ما عم يتحول لميلانين يعني الإنزيم خربان تايروزينيز، تايروزينيز هو في الجين اللي له مسؤول عنه موجود على كروموسوم 11، بما إنه موجود على كروموسوم 11 يعني بينتقل من الأهل للأولاد هيدا الجين الأبنورمال، يعني هو هيريديتري. هيريديتري يعني found on كروموسوم، اتفقنا؟ هيريديتري يعني found on كروموسوم. أوكي هيك بتكون طريقة الإجابة.
Determined based on the pedigree if the allele of the disease is dominant or recessive, symbolize these alleles. طبعا في قاعدة بتقول هون أول شغلة بدي فتش على أهل طبيعيين عندهم أولاد منصابين، إذا لقيتهم يعني الديسيز ريسيسيف، أو أهل منصابين عندهم أولاد طبيعيين يعني الديسيز دوميننت. أوكي؟ لوك هير، عندي الـ 1 والـ 2 آر نورمال، وعندهم أولاد منصابين، طبعًا الديسيز ريسيسيف، بس في طريقة لكتابة الإجابة. لوك قال لي ديتيرمن، أي هاف تو ستارت وذ سينس لوجيكال ريزونينج، أي هاف تو سي، سينس بيرنتس 1 أند 2 آر فينوتيبيكالي نورمال، طبيعيين. But they have affected children 3 and 4. Okay. شو يعني؟ Who inherited the allele of the disease from at least one of the parents. اللي أخذوا الأليلة disease على الأليلة من حدا من الأهل. انتبهوا على الأليلة. ليش عم بقول at least؟ لأنه أنا مش عارفه إذا autosomal أو gonosomal. Okay. So, since parents 1 and 2 are phenotypically normal, but they have affected children 3 and 6, then the children inherited the allele of the disease from at least one of the parents. Then the parents carry the allele of the disease, okay, but masked by the normal allele. يعني الأهل حاملين المرض بس مغطى بالنورمال. Therefore, the normal allele is dominant over the allele of the disease, which is recessive. Okay, طيب الأن كبيرة هي normal dominant والA صغيرة albinism recessive. Let the disease. Those symbols. Based on the text show that albinism is an autosomal disease. كيف بعرفوا انه autosomal? Okay? Simply, I know that albinism is due to deficient enzyme. هيك بدي اقول له. Albinism is due to abnormal enzyme tyrosinase whose gene is located on the chromosome 11. And the chromosome 11 is autosomal. Therefore, this disease is autosomal. لأنه الألبينيزم سببه جين abnormal موجود على كروموسوم 11 وكروموسوم 11 هو autosomal. منه X منه Y. يعني هيدا الديسيز autosomal. لو كان قايل من البيديجري كان بدي انفي على الواي وانفي على الX وانفي على الكومن بارت لعلوم الحياة هيدي. أوكي؟ وببهن انه autosomal. طب كيف بعملها؟ رح اشتغل الطريقة اللي هي من البيديجري. أوكي؟ أنا فيني أقول if the allele of the disease is located on mean on X chromosome, then the female, Heidi XA inherited XA from her father too, who must be affected XAY. This is not the case. The allele is not located on Y since there is affected female in the pedigree. Okay? Heidi هلا اللي بدقولها بس لعلوم الحياة مش للبكالوريا. If the allele of the disease is located on the common part of X and Y, then the female XA inherited XA from the father XA, and the male is affected XAYA inherited YA from the father who must be affected, but he is normal, so it's not the case. Therefore, the allele of the disease is autosomal. لو كان عم بيسألني عن البيديجري إنه proof based on the pedigree, بس ما سألني عن البيديجري. What the genotypes of the following members 1 to 3 of this family justify? The 1 with 2, شنو normal? They are normal. يعني they have the normal allele. But they have affected the children, then they carry the allele of the disease. So the genotype is NA, this is autosomal. 3, okay, is affected and the disease is recessive. She must be pure AA or homozygous. Okay? Calculate the risk for individuals 1 and 2 to have affected albino child 1 or 2. بعمل factorial analysis انه شو الاحتمال انه يجيب ولد منصاب NA cross NA. هيدا الفرع بس لعلوم الحياة للبكالوريا ما بنعطيه اجمالا. هيدي بدها تعطي half A وهيدي بدها تعطي half A. اوكي risk بتكون half A times half A equal 1 over 4 AA. يعني نسبة انه يجيب ولد منصاب هي ربع. Knowing that individual 4 is homozygous يعني NN لأنه normal homozygous pure يعني NN إجباري. While his brother 5 is heterozygous يعني NA. What the genotype and phenotype؟ شو بتتوقعوا؟ كتبت الجينوتايب. Genotype NN he is normal. NA he is normal. اوكي جينوتايب والفينوتايب، الفينوتايب الاثنين هو ان، اثنيناتهم نورمال. سمبل كويستشن هيدا. اوكي؟ If the blood group of individual 4 is O negative and that of 5 is AB negative، O negative وهيدا AB
negative. Okay? Specify the real genotypes and those of their parents, knowing that the parents are rhesus positive. شو يعني؟ الجينوتايب الحقيقي شو هو؟ إذا هيدا فئة دمه O نيجاتيف وهيدا فئة دمه AB نيجاتيف. هيدا ليكون فئة دمه O نيجاتيف must be pure. OO RH minus RH minus. بدي ياخد لأنه النيجاتيف ليبين must be pure. والO كمان ليبين must be pure because O is recessive and versus is recessive. فئات الدم البوزيتيف والنيجاتيف نعرف نحن انه البوزيتيف دوميننت على النيجاتيف, الRH بلس دوميننت على الRH ماينس. هيدا الشخص ليطلع فئة دمه O بده يكون ماخذ O من بيه وO من امه. اوكي طيب هيدا شو AB, الAB كودوميننس يعني هيدا AB اوكي RH ماينس RH ماينس. ليش عم بقول RH minus RH minus؟ لأنه هو negative. Negative يعني he must be pure. He has two alleles of negative. Okay؟ طيب. The parents ليش positive؟ عادي. يمكن تكون the M O O أو خليني أقول لا. Sorry. The M ممكن تكون A O و RH plus و RH minus. البي بيكون بي او RH بلس و RH ماينس. هو اتنين ديفرنت جينز. هيدا الولد الاول بياخد او من الام و او من البي او او بتطلع فئة دمه او RH ماينس و RH ماينس بتطلع فئة دمه نيجاتيف. هيدا الصبي الخمسي رح ياخد اي من امه وبي من بيو RH ماينس RH ماينس. اوكي هلا انا عم بفترضهم هيك للاهل, يمكن يكونوا بالعكس اني الام فئة دمه بي والبي فئة دمه او بي اي او اي سوري. سو anyway بالنسبة لهيدا البارت يعني هيدا بارت تحليلي كتير سهل. أنا بهمني أكتر شيء how to write the genotypes of the family, how to prove its dominant recessive, how to prove autosomal gonosomal, how to calculate the risk لطلاب علوم الحياة كيف يحسبوا risk. Okay in the next video إن شاء الله we are going to solve this question اللي هو disease كمان رح نحكي عنه ونحكي عن restriction enzymes كيف بيشتغلوا. Okay, but please don't forget to subscribe to the channel and to like the page on Facebook. You find the guide on Facebook Life Science Simple Guide. لصف علوم الحياة كمان بتلاقوه أكيد. بتقدروا تستفيدوا كتير منه. See you in the next video and best wishes إن شاء الله.